يوم العوافي ما هبيك. خير؟ هاي بنتك، خدها وربيها على كيفك. شو القصة؟ بدنا نتجوز اختنا، وهاي بنتك، وانت احق فيها من الغريب. لحظة، البنت بهالعمر من حق امها. ونحن ما بدنا اياها، خدها اصطفل منك لها. بابا حبيبي ليش عم تبكي بابا؟ ديمي انت ما بتحبي البابا؟ بحبك بس ديمي. ما شفتي شو عم بقولوا اخوالك؟ ماما ما بدها اياك. لا بدها يعني، وبكي كثير وقت اخذوني اخوالي. طيب حبيبي بس لغسل وشي وغير ثيابي ونروح شوف شو القصة انا وياك. فطراني؟ ما بدي اكل ديمي. لعند ابوها، هو احق فيها. بس انا ما بدي اتجوز. ما راح نضل عيد رفتيق، هذا نصيبك واجا. الرجال منيح ومعه مصاري. انا بدي بنتي. هلا بكره جوزك الغني راح ينسيك البنت. انت ليه ما عم تفهم انت وياه؟ عم قلكم ما بدي شي غير بنتي، بنتي. رسمي مو على كيفك. هذا ناقص والله، نسواني يقولوا بدي وما بدي. يلا خليك احكي معه، قل له يرجع لي بنتي. اختي هلا انت تجوزي وسافري، وغيبي لك شي سنه، وبعد المنا اقنعي وخذ البنت. المره الماضيه غصبتوني، خلتوني اتجوز غصب عني، شوف شو صار فيني. هو جوزك طلع مو منيح، عامل لي محامي وما بعرف شو. هو منيح، انا ما كنت فهماني ولا عرفت اتفهمها. شو يعني بدك ترجعي له؟ ما بدي ارجع له، بس بدي بنتي. هلا صار له مطلق شي 4 سنين ولاحش البنت. لا لا تقول لاحشها، بس انتوا ما كنتوا عم تخلوه يشوفها. ليكا صارت عنده يتهنى فيها. بابا راح حطك عند عندك بس شوي وبرجع باخذك. ايه ما بدي تروح معي، بدي اروح لعند امي. بابا ساعه زمان بس وبرجع، وبوعدك انه باخذك لعند امك. ما بدي، بدي هلا. بابا بزعل منك. ها يلا. كيفكم شباب؟ على كيف كيوفك ابو حمدي؟ كل شيء تمام؟ يعني تم الرضا والقبول؟ طبعا، والبنت صارت عند ابوها. بس ما يصير بكره تقول لي بدي اياها، اللي اول شرط اخره نور. ها انت رح بتنسيها الدنيا وما فيها. شبنا ابو حمدي. بس وينك حبيبي؟ مثل ما تفاهمنا المهر والصيغه وكل شيء. فوت خلينا نجهز سنتية. فوت بلا هالشنطه، هلا من هنيك بنشتري كل شيء. دوبنا نكتب الكتاب ونلحق المطار. من شان الصيغه لا تلبسها يا هون، اعطيني اياهم، انا بخبي لها اياهم، بيضلوا مكموره لها. لك اخي مثل ما بدك، مثل ما بدك، بس خلصونا خلينا نلحق الطياره. خلصونا، رح نتاخر. لا تحكي حكي بلون طعمه. انا روحي معلقه بيارا، بس انا بدي افهم اما ليش هيك عم تعمل؟ سمية المسكينه مصدومه مع اخواتها.
وهالبنت شو ذنبها؟ هلا بروح لعندهم وبشوف شو الموضوع. ليك اخي، انا يارا بعيوني من جوا، صحيح انا الله ما طعمني ولاد، بس يارا اغلى شيء عندي بالدنيا، بقى لا تاكل هم. بس انا زعلانه، يعني ما بدي يارا تربى من دون ام. خلاص بس ما قلت لك انا راح اعالج الوضع. بابا بدي اروح معك، بدي اروح لعند امي. شو بابا، شو اتفقنا برا؟ ما قلت لك بالاول بروح بتفق مع اخوالك وبجي باخذك، مو وعدتك؟ حبوبي يارا خلص خليكي عندي، ولا بعد شوي بطلع انا وياكي نجيب اكلات طيبه والعاب. شو يلا روح اخي توكل على الله. دايما وين بدك اخذك اليوم قلي لي؟ يلا هشام. شو بدك اخي؟ انا ما بدي كل هالشراكي، اعطيني حصتي من المصاري وكل واحد يصطفي لحاله. ولك مو معقول شي طماع. أخي حصتك وصلتك، والباقي دي شركك عليه الدكانة لنستر فيه آخر عمرنا. وينك؟ أنا كل هالشراكة ما بدي إياها. هلا بلا كتر حكي، شرف إجا الأفندي. أخي اصطفل منك لأ. بدي أحكي كلمتين مع أختك. سافرت. بدي شوفها وأفهم منها. اتجوزت وسافرت وما عاد تقدر تشوفها. وتركت بنتها هيك؟ ما تركت لحدا غريب، انت ابوها. هشام انا مالي مصدق. تصطفل، ما عاد قلنا عندك شي ولا عاد قلك عنا شي. سلام. ايه عبد، انا مغفار. هلا فورا 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 ولا يهمك. شو مجنون انت؟ لك ايه مجنون، مجنون وبدي المصاري. المصاري مو هون، لا تشتبه. هشام اطلع المصاري عقلنا. دروب لشوف، دروب لك دروب. شوفوا له بتضلك اخي وما رح اسحى فيك، بس اسحك تعيدها بضربك. روح ساوي شاي وتعال تفاهم، ما رح ظلمك. يا سيادة المقدم، لو أي اعتداء على موكلة سبب له تعطل عن عمل شهرين، وهي تقرير طبي بيثبت هالشيء. يعني شو بدك هلا؟ حجز لؤي بالنظارة تحويله بكرة على المحكمة. عفوا سيادة المقدم، ما المهم الإثباتات اللي معه والتقارير، المهم أصل الحادثة وأصلها مبين. موكل الأخ تحركش بهالبنت وهالبنت، وهالبنت بتكون أخته وهي رفيقتها، لذلك اضطر هو إنه يدافع عن شرفه، هي أصل الحكاية. ومثل ما بدكم تحبوا تحولوه على القضاء، نحن جاهزين. لحظة لحظة، نحن مو جاهزين. مين قالك جاهزين؟ سيادة المقدم، مو ضروري الأخ لؤي يبقى عندكم بالنظارة، أنا بجيبه بنفسي بكرة على المحكمة. يا بتجزوا عندي يا بصير صلح، تفضل بتفقوا برا. لؤي ماما استنى شوي، لك شو بك؟ أنا لما بطلب حدا بيجيني هو بذاته، مو بيبعت لي ممن كان. قال الشغلة مو محرزة. لك شلون مو محرزة؟ أنا طلبت المحامي عبد الكريم بيجي هو. شو يا سيد لؤي؟ شو مشكلتك؟ أنت، إيه أنت، شو هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ شلون بدك يعني يروح على المحكمة؟ سيد لؤي روق شوي. هلا الزلمة تحركش بأختك ورفيقتها وأنت دافعت عنه. نحن الآن بالمخفر أمام القانون، انفتحت قضية، أنت وياه بدكم تروحوا على المحكمة. هلا عم نسعى أمام سيادة المقدم إنك ما تنام هون بالنصارى. لك شو هالكلام الفاضي هذا؟ أمي شوفي المحامي تبعهم وأعطيه مصاري وخلصنا. هلأ إذا الحق معك مشان شو تدفع مصاري؟ بعدين التقرير الطبي مانو سليم. روح عنا يا امشي. أمي اصحك تعيدة مرة تانية، أنت مذنب وضارب الزلمة والحق علي اللي مسكت قضيتك، رح انسحب. شو هالغبي هاد؟ لؤي هدي ماما، خلاص هلا منشوف المحامي تبعهم ومنحل القصة. إذا ما بربي له هاد اللي عامل حاله قبضاي، إذا ما بخلي عبد الكريم يقلعه، أنا بورجي لك إياه، لخليه يعرف يتعامل مع الناس من هون ورايح.
تقبر قلبي، عذبتني شوي بس بعدين نامت مثل الملاك. لوين؟ ما راح نام هون، بكره الصبح بكير بيجي بشوفها. اقعد، بدنا نحكي معك موضوع. خير؟ اخي انت عايش لحالك وما خرجت تربي هالبنت. ونحن يا ماهر الله ما طعمنا اولاد. بقى قلنا لحالنا منخليه عنا وانت كمان بتيجي بتسكن معنا. بقى شو رايك؟ هلا انتوا عم تحكوا هيك مشان تواسوني يعني؟ ورحمه امي مو قصدي. بس انا روحي معلقه بهالبنت. ماشي. بس انا ما راح اسكن عندكم. ويارا مثل ما هي بنتي، هي بنتكم كمان. قوم معي قوم. اتركني بحالي، خليني هيك، حابب موت هيك. قوم، حصتك محفوظة. ولك أنا مو مشان مصاري، ولك ما نمت كل الليل. أوف، وليش بقى؟ والبنت الصغيرة، يارا شو ذنبها؟ شو نحن رميناها بالطريق لا سمح الله؟ أعطيناها لأبوها، وهو بيعرف يربيها أكثر مننا. سمية جوزت وانسترت. تعرف شو لك هشام؟ أنا مجنني إنه ما استفدنا شيء من كل هالقصة. راح تستفيد، بقيانا شوية مصاري، راح نعمل مشروع فيهم. مشروع شو؟ مو قلت لك بدنا نفتح دكانة؟ ايوه. يا متر جدد لنا الطاولة وشي قنينة. اجت على رجليها وايديها، هيك بقدر استقل وافتح مكتب لحالي. يعني بتلاقي شغل بسرعه؟ لك اختي طالما في مشاكل المحامي بده يضل يشتغل. الله يبعد المشاكل. جوزك بده يقطع رزقي. نحن وينك بدون مشاكل ولا شيء كمحامين. مصائب قوم عند قوم فوائده. وبلي عليكم، يخزي العين عنكم، لك انتو عيلة مشكلجية. انتبهوا منيح شباب، ما بدي حدا ينفذ ابدا. حاضر سيدي. اسمعوني منيح، لما بتشوفوني قربت على مدخل البنايه كله بيقرب وراي وباقصى سرعه، وديروا بالكم على حالكم. يا رب. مساء الخير. مساء الخيرات، تفضلي. في موعد؟ لا والله، الأستاذ عنده ناس وبجوز يطولوا. الحقيقة أنا جاي لحتى أشوف الأستاذ ماهر موجود. الأستاذ ماهر ترك المكتب. حضرتك عاوزتي موضوع شخصي ولا قضية؟ لا هيك ولا هيك، استشارة. ممكن الأستاذ عبد الكريم يفيدك كتير. لا لا، الموضوع مو محرز نشوف الأستاذ مشانه. شكرا. عفوا، إذا بتحبي بعطيكي أرقام تليفوناته للأستاذ ماهر؟ إيه، بس لا تقولي لحدا. طيب انت بتعرفي ليش هو ترك المكتب؟ والله ما بعرف، بس على ما يبدو اختلف هو والاستاذ وهو اصر يترك المكتب. على كل حال هي رقم موبايله ورقم بيته. ماشي، شكرا كثير يا انسة. هند، سلمي لي عليه كثير للاستاذ ماهر، وقولي له اذا فتح مكتب لحاله بشتغل عنده، مو لاني ماني مرتاحه هون، بس لانه الشغل عنده ظريف كثير. ماشي، ولا يهمك، شكرا. لك فهمنا. مساء الخير جار، يسلم والله يقويك. اهلا يا راشد.
كيفك يا فتنة؟ أهلاً، كيفك؟ الحمد لله. آخر مرة اتصل فيها قبل 3 أيام، بس ما حكى شيء مهم. تفضل تفضل. مو مشكلة، بس صار ماضي على موعد الشباب يومين، وهدول التجار لما بيتأخر الدفع بصير الفار يلعب بيعبهم. أكيد صاير معه شي شغلة روتينية. على كل إن اليوم أو بكرة بتوصل المصاري. على كل حال أنا رح أهديهم، بس بتنبهي على لؤي يبطل هالولدنة تبعه. لؤي؟ ليش شو عمل؟ لا ما في شي مهم، بس يبطل هالحركات مع أشخاص بعمر أبوه، يعني من مصلحته ما يزعجهم، لأنه أنا ورجاسم مزعوجين كتير. بكير لسه ما شربت شي؟ لا معلش، شي إن شاء الله بعد يومين لما بناخد حسابنا منشرب اللي بدك إياه. عم إذنك. الله معك، مع السلامة. اطلبي لؤي على السريع.